الآن انتهينا. سعيد سعيد، هيا لنزين الشجرة الأخرى. دعوني أنظر هذه السلطة والخضروات وكيك بالشوكولاتة وفواكه طازجة. هل ستجهزون أشياء أخرى؟ فكم هو عدد المدعوين؟ لا أدري ما هو عددهم، فأنا دعوت كل الأشخاص الذين أعرفهم. إذن يا عزيزتي ربما تحتاجون إلى الكثير. هاي لا لا، شجرة عيد الميلاد جاهزة. صحيح. يا لها من جميلة، تبدو وكأنها نجوم حقيقية. حسن، لنفكر ماذا سنلعب الليلة. أنا سأجرب الرقص. وأنا سأقلد الآخرين، وأنا سأغني أغنية، وأنا سأسحركم. هربا. وأنا دعوني أفكر. سأريكم قوتي. يا بنا. أيمكنني أن أكون بابا نويل؟ أجل، فإنك جميل جدا. فكرة جميلة، سيكون الدكتور نعمان بابا نويل ونحن نسحب الزلاقة. هيا لتضع هدايا الصغار في حقيبة بابا نويل يا دكتور، إنهم سيفرحون كثيرا. هل تعتقدين ذلك يا سميرة؟ نعم، ففي صغري كنت أتعمد وضع الجواري بقرب فراشي. حينما كنت صغيرا كم كنت أفرح حينما أجد قطعة الحلوى في حذائي. وكنا نعتقد ونثق ببابا نويل. نعم، فإن بابا نويل هو حلم الطفولة الدائم وآمال الصغار. والآن دعونا نحضر له الأدوات. لقد وجدتها، فأنا عندي مركبة رائعة لبابا نويل. هل ستنكسر عندما أركب فيها؟ لدي أخبار جيدة، إنها آخر أخبار هذه السنة. أخبار جيدة. مرحبا، هل هي أخبار حفلة عيد الميلاد؟ سمعت أنهم سيعملون حفلة كبيرة. أظن أنهم سيعملون أطباقا شهية. لماذا لم يدعونا نحن إذا؟ قل لماذا، قل لماذا. لا ندري. أريد أن أذهب إلى هذه الحفلة. السعيد، لا نعرف السبب الذي منعهم من دعوتك. سيد، إذا كنت مشتاقا للذهاب إلى هناك دعونا نفكر بطريقة لذلك. ماذا؟ هل لديكم فكرة معينة نستطيع فيها الذهاب؟ عيد سعيد. عيد سعيد. علب ثقاب. من يشتري هذه العلبة؟ آسف، أنا مشغول الآن. أجل، مشغول جدا. مرحبا، أرجوك اشتري علبة ثقاب. كلا، فلست بحاجة إليها. لذلك سأخذ المربى التي صنعتها أمي. رائع جدا يا بنان. ها، انظر يا بنان، هناك شخص قادم. نعم، إنها فتاة غريبة، أليس كذلك؟ أواد ثقاب. أواد ثقاب. تستطيع أن تصنع بها نارا أو أن تضيء بها شمعة أو فانوسا. إنها علبة جميلة، أمي هي التي رسمتها واحدة بعد الأخرى على كل علبة. أمك رسمتها؟ أجل، إنها هي. الثلج، بدأ الثلج يتساقط. صحيح، الثلج. واو، بدأ الثلج يسقط. يا بنان، بدأ الثلج يسقط. الله، هذه الليلة البيضاء في عيد الميلاد. هيا هيا يا بنان، لنذهب إلى بيت لالا بسرعة. طيب، هيا. إني آسف. إنهم منهمكون للتحضير لعيد الميلاد. ماما.
عذرا لك يا رينا. أوه ماما أرجوك يا لا تنهضي. أنا آسفة لأنك تواجهين المصاعب بسبب مرضي. هل أنت بخير يا ماما؟ ها؟ السيد فؤاد، إذا كنت لا تدفعين إيجار البيت قبل أعياد الميلاد فأنا سأطردك. اسمعيني جيدا، سأطردك من البيت، سأطردك. فلنجرب الغناء ثانية، فالحفلة ستبدأ قريبا. هيا هيا لنغني ثانية. لا 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 سأشعل عود ثقاب. ماما هذا ما تبقى. ماما لينا عودي إلي بسرعة، ولكن لا تقلقي يا عزيزتي. والآن تعالي إلي. ماما أوه كلا لقد تأخرت. هيا
عزيزتي، ماذا حدث سنان؟ ما الذي حدث يا ميمي؟ هذه الفتاة وجدتها هنا. إنها نفس الفتاة. نعم، هي التي كانت تبيع أعواد الثقاب. أعتقد أنها سقطت من شدة البرد. على كل حال هيا لنأخذها إلى البيت. هيا. ماما، ماما، ربما تكون مريضة، إن حالتها رديئة جدا. لتشرب هذا الشراب وبسرعة. ها، إنها تشرب، لقد تحسنت. لقد عادت لرشدها. يا للفرح. لماذا أنا هنا؟ لقد وجدناك فوق الثلج. لقد دهشت حينما رأيتك فاقدة الوعي. أنا سقطت فوق الثلج؟ كنت على وشك أن تموتي فوق الثلج. لقد تذكرت. ماما، إنها تبكي في عيد الميلاد. شيء عجيب أن يكون عندها مشكلة في أيام أعياد الميلاد هذه. سنان، لماذا لا تسألها؟ أجل، سأسألها الآن. ما هو اسمك يا عزيزتي؟ اسمي لينا. يا صديقتي لينا، ما الذي يجعلك تبكين؟ أخبرينا إذا لم يكن عندك مانع. لينا، نحن أصدقاؤك، أليس كذلك؟ ونحن نريد مساعدتك أيضا. شكرا جزيلا لكم، شكرا. أنا وعدت السيد فؤاد. من هو السيد فؤاد؟ إنه رجل طماع وجشع، وأنا وأمي استأجرنا منه بيتا نسكن فيه، وقد طلب منا أن ندفع له الإيجار قبل عيد الميلاد. واليوم هو آخر أيام عيد الميلاد. قال لنا إذا لم تتمكنوا من الدفع فسأطردكم من البيت. ولكن أمي مريضة، وإذا طردنا في مثل هذا الجو المثلج فإنها ستموت. الآن قد فهمت، لذلك فأنت تبيعين أعواد الثقاب. حسن يا أصدقائي، أدعوكم لتقديم المساعدة للينا. أجل لينا، هل يمكن دفع إيجار البيت بواسطة كمية من الجوز؟ أجل ممكن. إذن فهذا شيء بسيط جدا. يوجد الكثير من الجوز في غابتنا هذه. وجدتها، نحن جمعنا الكثير من الجوز للاحتفال بعيد الميلاد. أرجوك أن تأخذي حصتي أنا أيضا، أرجوك. ماما شكرا لك. وأنا سأجلب حصتنا أيضا، وأنا سأفعل ذلك. شكرا لكم جميعا. ليس هناك شيء ثمين. أرجوك أن تنتظر يا سيد فؤاد، انتظر قليلا حتى تتحسن صحتي. أقفلي فمك، أنتم معتموني أن تدفعوا اليوم. حسن، سأخذ هذه الجرة إذن. أرجوك تركها، إنها الذكرى الوحيدة لزوجي. أرجوك تركها. حسن. ماما، ماذا بك يا ماما؟ ماما. أوه لينا، إني بخير، لا تقلقي. سيد فهد، ما الذي فعلته بأمي؟ هل باستطاعتك دفع الإيجار؟ لا تستطيعين، ستطردون من البيت غدا صباحا. انتظر يا سيد فؤاد. ماذا أيها الأطفال؟ خذ هذا هو الإيجار. الإيجار؟ نحن جمعنا الجوز من غابتنا لندفع الإيجار لك. هذا يكفي، أليس كذلك؟ والآن خذه واخرج. صغار حمقى. أيها الحمقى. الآن كل شيء على ما يرام. ماما، هذا سنان وهذا بنان. سنان وبنان، إنهم أصدقائي يا ماما. هذا صحيح.
هذا؟ تعال نرى. ها؟ ها؟ العم بابا نوئيل قد جاء. العم بابا نوئيل قد جاء حقا. بابا نوئيل، اهلا اهلا بابا نوئيل. أجل عيد سعيد. سنان، طلبنا من دكتور نعمان أن يعالج والدته لينا. ذهبنا نحن إليه وأخبرناه وجلب معه الأدوية، ونحن شاركنا في سحب المركبة يا سنان. وأنا أيضا ساعدتهم في سحبها. ربما سنكون أناسا طيبين بعد الآن. لنكن مبتهجين بهذا اليوم. لا 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 بابا لا لا لا. أين هي والدتك الآن؟ سأدلك إليها. هيا. شيء مضحك، فالعم بابا نوئيل هو الدكتور نعمان، ولكنه أكثر كرما من بابا نوئيل. لقد أخذت بردا شديدا وستتحسن صحتك بعد أخذ الدواء. ابتهجي إذن يا لينا. أشكركم جميعا. يا دكتور نعمان، اليوم هو عيد الميلاد، لذا فأنا أعتقد أنه سيكون شيئا رائعا أن تأتي معنا إلى الحفلة لينا وأمها. أجل، بالتأكيد تستطيع أمها المجيء بعد أن تلبس ملابس ثقيلة. صحيح يا دكتور نعمان. إذن هيا لنذهب سوية. من الأفضل أن تأخذي قسطا من الراحة في بيتي. لا 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 لكني أريد أن أستمتع بهذا اليوم السعيد، ولكنكم لم تدعوني للحفلة. زعبور، نحن نرحب بك. سنان، لقد ساعدنا كثيرا، فيجب أن ندعوه، أليس كذلك؟ أجل، فأنت مدعو إلى حفلتنا. صحيح. أهلا وسهلا بكم الآن. والآن انتبهوا جميعا، ماذا سنقدم للتسلية؟ دعوني أفكر. ضيفتنا الجديدة هي لينا، فأرجو أن تقدم لنا شيئا. ماذا؟ أنا؟ قولي يا ماما. أوه يا لينا، اسمحوا لي رجاء، أريد أن أقدم شكري لكم على هذه الدعوة، وسأحكي لكم قصة بالمناسبة. في يوم من الأيام كانت هناك مدينة جميلة اسمها مدينة الحب، وفي إحدى الليالي ذهب الناس إلى بيوتهم للنوم إلا بيتا واحدا. بعد ذلك سطعت نجمة في السماء وولد المولود الجميل في ذلك البيت، ومما أدهش الناس هو دائرة ضوئية لامعة أحاطت بالطفل ووالدته، وكان الطفل هدية رائعة لتلك الأم وللناس. وفرحا بهذا الطفل نحتفل بعيد الميلاد، وفيه نستطيع أكل الأطعمة. لينا، إن أمك رائعة جدا. هيا بنا لنغني أغنية عيد الميلاد. هيا بنا لنبدأ الآن. هيا بنا. 1 2